الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنح وسام العمل 10 من قدام النقابيين في احتفالات عيد العمال. وصندوق النقد يؤكد مصر تشهد تقدما اقتصاديا في الفترة المقبلة، ويشيد بتراجع معدلات البطالة وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية. ووزارة التربية والتعليم تعلن 19 مايو الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي، وتؤكد الحضور إجباري وشرط للنجاح. والمصريون يحتفلون بأعياد الربيع في الحدائق والمتنزهات، وانتشار مكثف للشرطة لتأمين الاحتفالات.